من أصعب المواقف اللي ممكن تقابلك إن ممكن الذكر يموت أو النتاية تموت، وتنحط في موقف اللي أنت لازم تأكل الزغلول مع بعض، نتعلم إزاي نأكل الزغلول. لازم تكون على استعداد تام إن أنت ممكن يحصل عندك ضروب في الغية أو في أي حاجة أنت مربيها، فلابد تعتمد على نفسك. ده يا جماعة الزغلول عمر 12 يوم، أهاليه مات، يعني الذكر مات وساب، فبتضطر انت لازم تتعلم ازاي تأكله غرفة خشنة، مش زي الزغلول اللي هو لسه عمر يوم او اتنين، اللي احنا عاملين فيديو قبل كده هسيبهولكوا في الوصف. عمر اللبة ده بيبقى مختلف جدا عن ده في الاكل. اول حاجة هتجيبها معاك قارورة او ازازة زي ما انتوا شايفين، صغيرة الحجم مش كبيرة. هنتعلم دلوقتي مع بعض في الفيديو ازاي تعمل زغاطة وازاي تأكل فرد الحمام عمره 12 يوم. هتجيب ماسورة بلاستيك بالحجم ده، ممكن تجيب سرنجتين وتضمهم على بعض ببلاستر أو بأمير، بس أنا عندي الماسورة دي ما بستغناش عنها. وهتجيب الغطاء بتاع القارورة أو الإزازة الصغيرة اللي هي الكنز، الميني كنز. ما تنساش لأول مرة شوفنا تشترك في القناة، ولو أنت من متابعينا تفعل الجرس. وبنبدأ مع بعض غطا الإزازة، بتعمل فتحة في الغطا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. طبعا ممكن تعمل لو ما فيش الماسورة الشفافة اللي عندك دي، ممكن تجيب 3 سرنجات في بعض وتعملهم ببلاستر أو بأمير، بس طبعا لأن في ماسورة أنا عملتها، ده مبسم شيشة من الطالع. ببدأ أدخل المبسم زي ما انتوا شايفين في الإزازة في الغطاء بتاع القارورة أو الإزازة، لسه عايز أتوسع شوية بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبكده زي ما انتوا شايفين دخلت المبسم في الغطا بتاع القارورة او الإزازة، وهبدأ اقفل الزغاطة تحت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب ايه كوب من المية وهتضغط على الزغطة، هتسحب مية لوحدها زي ما انتوا شايفين كده اهي. مية في الطريقة سهلة ومش صعبة خالص. دي كلفة خشنة يا جماعة، هنأكل وهنبدأ. تجيب الكلفة الخشنة زي ما انتوا شايفين، ده زغلول عمره 12 يوم او 13 يوم، ابوه مات، فلازم تأكله انت وتعتمد على نفسك. طبعا ان احنا ملينا بس في الزغاطة شوية مية، وبتبدأ تدكك الكلفة بالطريقة اللي انت شايفها ديت. شوف، تبدأ تدكك الكلفة. طبعا الغاوي هيعمل الكلام ده، هو مبسوط جدا جدا، لان من اسعد حاجة ممكن تقابلها ان انت ممكن تأكل زغلول. دي في نفس الوقت بتدخل عليك سعادة هتجربها بنفسك. الناس اللي أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة فضلا طبعا وليس أمر، والناس اللي متابعينا تعمل لنا لايك. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الكلفة في الزغاطة هيت بتبدأ تدوس وبتضغط على الإزازة بالمنظر اللي انت شفته ده، والزغلول كل وفي نفس الوقت شرب لأن الكلفة دي خشنة، والطريقة سهلة وبسيطة جدا. وبتبدأ تكرر العملية ديت كذا مرة، لأن ما ينفعش شوية الأكل اللي فاتوا ما يكفوهوش. هتبدأ تضغط على الإزازة بالمنظر ده
خدت ميه وتبدأ تباك تاني الكلفة زي ما انت شايف بالمنظر ده. طبعا لما تعرف تأكل الزغلول بالراحة، لأن مسكة فادي الزغلول مش سهلة، إن أنت تمسك المنقار بتاع الحمام مش سهل، لأن ممكن لو أنت مش متعود ممكن تكسر فك الزغلول أو العظم بتاعه أو المنقار. فياريت تكون حذر وأنت بتأكل الزغلول زي ما قلتلكوا، بتدكك الكلفة الخشنة وتمسك فادي الزغلول بالطريقة زي ما انتوا شايفينها كده. هو دلوقتي معصلك معايا زي ما انتوا شايفين، فبضطر ان اعدله علشان ما يتعورش، وبضغط على الازازة بايدي بالمنظر ده. هو كده بالتاني تكرر العملية دي مرة واتنين وتلاتة لحد ما تحس ان هو الحوصلة بتاعته اتملت زي ما انتوا شايفين كده في الصورة. كلفة متملتش مية بس، كلفة بمية. ودي الطريقة السهلة اللي ممكن تأكل بيها من غير ما تدوخ وتشتري زغطة. زغطتك هتكون في البيت، وزي ما قلت لك لو ما لقيتش المبسم ده ممكن تجيب سرنجة او اتنين، تقطع البوز بتاع السرنجة وتقطع المؤخرة بتاعة السرنجة وتخلي سرنجة واحدة بس ليها المؤخرة وتعديها من الغطا زي ما انتوا شايفين الزغلول اكل. طبعا تتم تكرر العملية لحد ما يشبع، وزي ما قلتلكوا قرورة صغيرة ازازة مش هتكلفك حاجة، والمبسم هتلاقيه في اي مكان لو ما لقيتوش زي ما قلتلك بسرنجة. السرنجة هتنفع برضه، بس السرنجة مش هتعرف تدكك فيها الكلفة بالحجم المطلوب والكمية المطلوبة، والغطا بتقور الغطا على قد المبسم او السرنجة زي ما انتوا شايفين كده. وبتبدأ تقفل الزغاطة بتاعتك، وزغاطة من صنع ايديك وببلاش ومش هتكلفك جنيه واحد، والزغلول مش هيقع منك لو الاهالي بتاعته ماتت. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولو من اول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا وتشترك في القناة كنوع من انواع الدعم اللي كان يستمر. ويا رب يبارك لكم فيما رزقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في حفظ الله وأمنه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى اللايك.